أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا حلقتنا اليوم راح تكون عن علاقة محمد بعمر بن الخطاب، وضيفنا وحبيبنا أبو الحكم راح يشرح لنا هذه العلاقة المشكوك بها مثل ما بيقولوا. بالبداية خلينا نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. أهلا حبيبي جان، أسلم عليك وأرحب بجميع المشاهدات والمشاهدين اللي داخلين ويانا بالحلقة والأصدقائنا وصديقاتنا بالتكس أيضا. أشكرك أبو الحكم ورحب بكل أصدقائنا المتواجدين معنا، وأتمنى يعني أخونا أحمد يخلص بسرعة عشان الشباب يجوا لعنا. على كل إن أبو الحكم حبيبنا، طبعا نحن بدنا ناخذ سيرة عمر بن الخطاب، وبصراحة أنت يعني عم تحاول تاخذ الأماكن الحساسة. ليش اخترت سيرة عمر بن الخطاب أبو الحكم بالبداية؟ طبعا جاني مثل ما يقول نحاول احنا على قد ما نقدر نلبي طلبة المشاهدين القصد المتابعين، فأحد الأخوة أعتقد اسمه ميرو طلب مني قال ليش ما تحط حلقة عن عمر وأبو بكر، فأنا قلت له أوكي أنا تحقيقا لرغبتك راح اعمل هالحلقه، والحلقه اللي قبلها كانت تحقيقا لرغبه الاخ اكس بالموت، همين طلب مني حلقه عن معاويه، فخليه ينبسطوا اخواننا الشيعه. يعني هلا بنقدر نقول عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، فبنبسطوا اخوتنا الشيعة. على كل اخويا بالحكم، يا ريت خلينا ناخذ بالبداية نبذة عن حياة مين هو عمر بن الخطاب. اعطينا نبذة عن عمر بن الخطاب تفضل. اوكي، طبعا عمر بن الخطاب الاسم يعني انا ما كثير اهتميت، لاخذ بس شغلات صغيره عن حياته لانه انا تهمني اعماله اللي عملها. يعني عمر بن الخطاب العدوي القرشي او الحطاب، على اعتبار انه كان يشتغل حطاب عند خاله، يعني طبيعي المسلمين يغيروا الاسم شو كيف ما بدهم، لما خصوصا لما يحكموا عنه. والسيرة بتقول انه والده كان غليظ معه، كان غليظ في معاملته معه، وطبعا عمر بن الخطاب اصغر من محمد ب 13 سنة، يعني ولد بعد محمد ب 13 سنة، واشتغل راعي للابل في صغره. هو طبعا مثل ما معروف ثاني خلفاء الراشدين، راشدين يسموهم آل راشدين، آل ثاني الخلفاء هو، و تولى الخلافة بعد وفاة أبو بكر في 23 أغسطس 634 ميلادية الموافق ل 22 جمادي الثانية 13 هجرية. قال وسموه وسمي بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل، بينما احنا نعرف انه هذا اللقب هو اصلا هذا اللقب لعلي بن ابي طالب، يعني حسب ما يقولون الاخوه الشيعه انه هو هذا اللقب اصلا ملقب ب علي. طبعا الصحابه على مر التاريخ يغيروا كل شيء اللي ينفسون ويحاولوا باي طريقه يبعدوا يعني يبعد، وما اعرف ليش العداوه كان عندهم مع اي شيء من طرف محمد علي اولاده حتى بناته صراحة نشوفها. طبعا عمر تزوج 7 نساء حسب السيره، وتوفي سنه 1437 هجريه. طبعا حبيبي أبو الحكم، قبل ما ندخل بأي تفاصيل أخرى، في سؤال من أخونا مكي ناوس عم بيقول هل كان اسم عمر بن الخطاب هو الخطاب أم الحطاب؟
مو قلت لك هو الاسم الحقيقي، هم يدعون انه الخطاب، لكن هو كان يشتغل حطاب عند خاله، من شان هيك سموه الحطاب. يعني كان يجمع حطب، خاله كان مشغله وكان كمان قاسي عليه. يعني شوفوا من طفولته كان انسان شو اسمه متمرد، كان تقريبا اشبه بشخصيه صدام حسين. يعني كان متمرد من طفولته، يعني كان ابوه غليظ عليه، وبعدين خاله نفس الشيء كان كمان غليظ عليه، وهو توارث هاي الغلاظه لما صار مسلم، وبعد ما صار مسلم كمان فكان غليظ. الناس كلها هلا راح نشوفها بالسيره، الناس كلها ما تخاف يعني تحتك معه، لانه كان قاسي كثير يعني. فمشان هيك اسف للمقاطعه حبيبي، قبل ما ندخل في سيرته عندي سؤال انا شخصي هيك، ليش محمد قال وقفه وقال اللهم انصر الاسلام باحدى العمرين؟ يعني شو السبب، شو السر في عمر اذا كان هو ابن حطاب وليس له قيمه مثلا؟ يعني لا، مو هو هذا بشبابه كان هالشغلات، بعدين لما كبر اعتقد اشتغل بالتجاره حسب ما قريت السيره، فشوي هو دائما انسان غليظ الناس تهابه. يعني هسه راح اقرا لك شيء يمكن راح تستغرب، واخوتنا المشاهدين راح يستغربون انه محمد كيف كان حتى بدايه الدعوه كيف كان يخاف من عمر. يعني مشان هيك القسوه اللي عليها كان بده يجذبه الى جانبه محمد يعني. والعمر الثاني انسان كان شوي مثل ما يقول داهيه بالتفكير، ويعرف كيف يصنع الالاعيب يعني، تبع 7 وراءات عمر بن العاص، مشان هيك كان بده واحد منهم. بس هو كان تركيزه على عمر بن الخطاب حتى يخلص من شره، على يعني الدرجة الأساس كان مشان يخلص من شره يعني. وكمان إذا صار معه راح يساعده، يعني يقدر ينشر بالقوة، يقدر ينشر السلام يعني. حلوة، يقدر ينشر السلام بالقوة. يعني هل الإسلام، يعني إسلام دين الله، يحتاج أحد العمرين يعني حتى ينتصر مثلا؟ انصروا اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين يعني. هو يعني بالأساس إذا تجي شيء عندك عمر، وعندك أبو عندك شو اسمه كمان اللي أثروا كتير، عمر وأبو خالد بن وليد حسب ما نعرف. يعني لولا خالد بن وليد وعمر وكم شخص آخر والحمزة بالبداية، وما كان يعني محمد استمر. هو يستمد قوته من الآخرين يعني. محمد ما عنده لا قوة ولا شيء. شفنا احنا في سيرة عبد الله بن أبي سلول كيف كان سحبه من يأته هيك، وقال له تعطيني جماعتي، وانغصب أعطاه جماعته، هزأه قدام العالم يعني. فهو كان يستمد قوته من الآخرين، مشان هيك كان مركز على أشخاص اللي بده إياهم يعني. أبو سفيان عندك، محاول مع أبا الحكم اللي سموه أبو جهل، وعندك حاول مع عمامه العباس، حمزة، عمر. يعني كان بده الناس مفكرين، تركيزه كان على ذول الناس. ما تشوف في آية يقول لك عبس وتولى أن جاءه الأعمى، شو استفاد من هذا الأعمى أصلا يعني؟ وبده ناس ينشر فيه دعوته يعني. فهو مركز على هيك ناس، كان يعني من هالناحية مرتب له مضبوط يعني. طيب أبو الحكم تفضل حبيبي، آسف للمقاطعة. لا لا عادي. وطبعا السيرة تقول هاي قبل إسلامه، وكان عمر بن الخطاب يعني من ألد أعداء الإسلام، وأكثر أهل قريش أذى للمسلمين كان. يعني كان يضرب العالم اللي يؤمنوا يعني. وكان غليظ القلب تجاههم، فقد كان يعذب جارية له علم بإسلامها من أول النهار حتى آخره، كان يعذبها ثم يتركها نهاية الأمر ويقول والله ما تركتك إلا ملالة. يعني مللا، يعني مليت، ما عذبتك مشان هيك سايبك هلا. فهذا كان شخصية عمر. ما بعرف إذا ندخل يعني نحن لا، بعد في شغلات مهمة أقولها وبعدين نجي على يعني قبل إسلامه
وبعدين نجي على الظلم اللي كان يتصرف فيه عمر، يعني إذا بعد أمرك يعني. طبعا طبعا تفضل. انا فكرت تفاصيل عمر يعني السيره الذاتيه شوي او نبذه عن حياته. انا فكرت خلصت يعني هذا كمان نحكي عن قسوته، يعني نحكي كيف كان يعمل مع محمد، كثير مهم هذا الشيء. تفضل ابو الحكم تفضل. اوكي. ومن شده قسوته جند نفسه انه يتبع محمد وين ما يروح يعني. وكل واحد كان يحاول يصير مسلم كان يخيفه ويضربه حتى ما يتبع محمد. طبعا عمر بداية الدعوة تخوف انه شو اسمه تتشتت، يعني ابناء قريش تتشتت وينهار اساس القبيلة العريقة القريشية يعني. طبعا حاول انه فقرر يعني انه ما يخلي هالشيء ينتشر، وقرر يقتل محمد يعني. وقال راح اقتله وخلي بني هاشم يقتلوني، نكون احنا تخلصنا من عنده ومن هاي الدين نهائيا يعني. وبالمناسبه اللي ما يعرفوا انه ابا الحكم يكون خال عمر بن الخطاب، يعني انا خاله لهذا الممت ربي. يعني هذا الممت ربي عمر بن الخطاب انا ابقى خاله، يعني تخيل انت، بس انا متبري منه يعني. طبعا هو انت ورا كل حاجه والحكم يعني. انا ابقى الحكم بعد اكون خاله يعني. اي فطبعا الروايات مختلفه على اسلام، بعضهم يقول السنه الخامسه أسلم، وبعض يقولون السنة السادسة يعني. طبعا عندنا نقطة مهمة، يوم السقيفة يعني، شو صار بهذا اليوم يعني، مشان نذكر الناس كيف هذا عمر وكيف يخطط وكيف عنده الحقد يعني. طبعا لما صار الاجتماع بسقيفة بني ساعدة بعد وفاة محمد، تقرروا يبايعون سعد بن عبادة اللي كان من الأنصار، مو من أهل مكة يعني، من الأنصار اللي بالمدينة يعني الطائف. طبعا عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحكي راح ركض على أبو بكر، قال له ترى يريدون ينتخبون سعد بن عبادة يسووا خليفة للمسلمين. طبعا سوى مؤامرة حتى يحبطون محاولة الأنصار بالحكم بقيادة سعد. وهذا يذكرنا انه اول ما استلم عمر الحكم قتل سعد بن عباده، وقال وادعى انه الجن قتله، إن تذكرون القصه انا حكيتها يعني. طبعا هذا هو الخليفه العادل، هذا احد عدله يعني بدايه الاسلام هذا العادل. وطبعا عمر سلم الحكم لابو بكر حتى يهدي الجو، لانه يعرف ان ابو بكر كان أقرب إلى من محمد، كان يعني صاحب الروح بالروح، فشاف أنه ما عنده مجال يحكم عمر، فش سوى؟ خلى أبو بكر، جاب أبو بكر وقرر هو يخلي أبو بكر هو اللي يحكمه، وصار يمدح به وهذا صاحبي ثاني اثنين في الغار وطول حياته صاحبه، نخلي أبو بكر هو اللي يحكم يعني. ولما سنحت الفرصة تخلص منه بأول فرصة، لما قتله بواسطة السم وأعلنوا وفاة أول خليفة المسلمين. طبعا في أقوال كثيرة أنه كيف قتله يعني، فأكثر الأقوال تقول أنه قتل بالسم، ولكن روايات مختلفة في تكذب في تصدق يعني. والسبب الحقيقي اللي خلى عمر بن الخطاب يقتل أبو بكر برأيي، لانه كان دائما يعانده بالقرارات، وعمر بطبيعته ما يحب احد يعانده. هسه راح نشوف انه كيف حتى يتعاند كان مع محمد على مود يمشي بعض الشغلات براسه، وتجي ايات فيها يعني كرامه لعمر يعني. ف وخصوصا شغله تذكرنا انه كيف تلاغى ويا ابو بكر بشغله خالد بن وليد، قال له قيل عن الحكم وذاك قال لا ما سوي. فال
وطبعا فقط معلومة انه طلحة، اصلا طلحة ما كان لما حكم عمر بن الخطاب، طلحة بن عبيد الله ما كان راضي انه عمر يستخلف، هذا من كتب التاريخ، لان كان يشوفه انسان قاسي، وهذا طبعا انا جايبه قريته بكتب السيرة يعني. طبعا وبس الشغلة الأخيرة، عمر بن الخطاب كان هو السبب المباشر لاحتلال وبقوة السيف كل من العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وجنوب أرمينيا وسجستان، وهو اللي أدخل القدس تحت حكم المسلمين لأول مرة. طبعا وهمين الامبراطوريه الفارسيه الساسانيه بالكامل اخذها، وثلثين من اراضي الامبراطوريه البيزنطيه. طبعا هذا الكلام عن البخاري ومسلم والنسائي والطبراني واحمد وغيرهم عن سعد بن ابي وقاص، وقال ان رسول الله قال لعمر: والذي بيده ما لقي ما والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غيره فجا غيره غير فجك. حديث صحيح. والله هذا كلام ينقال يعني من رسول يقول على يعني أحد أقوال محمد، يعني شلون الشيطان لما يشوف عمر يسلك غير طريق، يعني هو هذا الشيطان شنو يخاف من بشر يعني راح يتصارع معه مثلا؟ وبعدين بدي اعرف منين حماده عرف المعلومه، يعني انه جبريل قال له انه الشيطان لما يفوت شو اسمه عمر لما يفوت بمكان الشيطان يسلك طريق غيره، يعني هذا شويه يشوفنا انه كيف عامل له مهابه العمر يعني. فهي نبذه بسيطه عن حياته يعني. أشكرك أخوي أبو الحكم. طبعاً أنا أسلم على كل الأصدقاء المتواجدين بالشات بصراحة، يعني أنا أخوي فراس عم بيقول إذا ما سلمت يا جان بدي أنتحر، أظن شيء من القبيل هذا. يعني على كل أصدقائي، طبعاً أنا بموضوع الحلقة السابقة حكيت بما فيه الكفاية، وفي شباب موجودين صاروا يعلقوا على الحلقة السابقة، وشيء يعني أنا قلت في الحلقة السابقة في عندي خط أحمر ولن أتجاوز هذا الخط الأحمر مهما كان الموجود، اللي ما عاجبه مع السلامة يعني. فهذا هو بشار الأسد، خط أحمر، لن أقبل أحد في معي مهما كان يؤيد بشار مهما كان. على كلنا أبو الحكم، وآسف كتير يعني أدخل أشياء ما لها علاقة بالحلقة. عادي أبو الحكم، خلينا حبيبي نروح نشوف ظلم أبو عمر بن الخطاب، ويسموه الفاروق طبعا، إن يسموه العادل، الخليفة العادل، لنشوف العدالة هي. يا ريت تحكي لنا عن عدالة عمر بن الخطاب، تفضل. طبعا حبيت احكي عن العداله عمر اللي يحكون عن عدالته وش اسمه، راح اقرا بالسريع روايه، طبعا هي عده روايات عن العهده العمريه، راح اقراها على السريع. انه هاي هي العداله اللي موجوده بها. طبعا عدالته عمر ممكن يطبقها على المسلمين ومو كل المسلمين، ولكنه لما تيجي الشغلة للغير المسلمين ما يعرف شنو الشيء اسمه عدالة يعني، ولازم يفرض القانون اللي عنده بالقوة يعني. طبعا رواية ابن كثير عن طريق هذه الرواية، رواها الرحمن بن غنم الأشعري، قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام. هذا كتاب لعبد الله، طبعا هذا غصبهم انه يفرضون على نفسهم القوانين اللي اول شيء هو دزع عليهم، هاي الرساله لاهل الشام. يقول: هذا كتاب لعبد الله عمر جاي خاطبه امير المؤمنين من نصارى مدينه كذا وكذا، انكم لما قدمتم علينا
سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خطة المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أو نهار، وأن نوسع أبوابها المارة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين من رأينا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شرك، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوا، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، شوف الإهانات، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة، ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا كل أمور مفروضة عليهم، ولا نقتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزناير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلبنا. طبعا بعد في إهانات كثيرة ما بدي يعني كلها أولى لأن الوقت ما راح يكفينا. هاي كل الإهانات يقول قال فلما أتيت عمر بكتاب زاد فيه، يعني عمر زيد على هالشيء اللي إجاهم من الأشياء اللي جاهم، ولا نشتري شيء من سبايا المسلمين، ولا نضرب أحد من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل منتنا وقبلتنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. طبعا هذا أحد الأمثلة على عدالة عمر اللي ما يطبقها إلا مع المسلمين، أما الأعداء فطز بهم. يعني طيب إذا في عندك قصص تانية أبو الحكم عن عدالة عمر طبعاً. في عندي قصة كلها نحكي عن عدالة عمر اللي خابصينا بيها الدنيا كلها تقول عمر عادل. راح نحكي قصة أبو لؤي الفيروزي وسبب قتل العمر. يعني في كثير ناس ما يعرفوا ليش أبو لؤلؤ الفيروزي، طبعاً مسوي له مقام الإيرانيين بإيران، راح نحكي لكم نبذة مختصرة سبب الحقيقي لقتل لؤلؤ لقتل لعمر. يعني طبعاً أبو لؤلؤ الفيروزي اللي معروف هو قتل عمر، يعني طبعاً هو من أصل فارسي، تأثر أول مرة في معركة بين الروم والفرس، وبعدها تأثر في معركة بين المسلمين والروم. يعني أول شيء الروم أخذوه من الفرس يعني أسروه صار عبد، وبعدين المسلمين أسروه لما تحاربوا مع الروم، يعني صار غلام يشتغل عند المغيرة بن شعبة يعني، وصار مغيرة يأخذ منه ضريبة درهمين كل يوم، ويقال 100 درهم شهرياً. طبعا هذا الشيء ما عجبه، يعني مرات ما كان يطلع فلوس هذا ابو لؤلؤ، فاشتكى يم عمر، قال الضرائب عليه هوايه ومرات ما اشتغل يعني، وهذا الظلم يعني. قال له عمر انت تكسب هوايه يعني انطي خلاص تنطي، يعني انت جاي تكسب زين يعني. رجع بعد فترة هم اشتكى يا عمر عن الضريبة، فهمل عمر مرة أخرى. هذا الشيء طبعا كلش ضوجه، يعني كأنه كيف تضر خاوة يعني أو الأتاوة تفرض على شخص، اشتغل ما اشتغل لازم يدفع هاي الدرهمين يعني. فقرر يعني يقتل الخليفة بدل ما يقتل المغيرة بن شعبة اللي يشتغل عنده، لأنه ما أنصف الخليفة ما أنصفه، فقرر أنه رغم كل التوسلات اللي توسلها بعمر أنه يغير هالشي عليه
ما غيره. فأحد الأيام كان عمر يصلي فغزة بخنجر وقتل انتقاما للظلم اللي تعرض له يعني. طبعا انقتل لما قتل عمر بن الخطاب، الإيرانيين سووا له مقام كبير في إيران يعني، ويعتبروه صحابي ويقولون عليه مسلم وموحد يعني، وأنا شايفه منطقي. وأصلا شلون يقولون عليه مجوسي، هو كان أصلا يشتغل بالمدينة اللي كان ممنوع يدخلها غير المسلم يعني، المدينة كان ممنوع يدخلها غير المسلم وقت عمر بن الخطاب، وبعدين كان يصلي بنفس اليوم مع عمر لما قتله يعني. ف لو كان مو مسلم كان ما خلوا بيناتهم يصلي أصلا يعني. فهذا شيء يثبت أنه هو أصلا كان مسلم، بس الظلم اللي كان متعرض له خلاه شو اسمه يعني، خلاه يثور على الشيء اللي يسويه، ولما ما انصف عمر قتله يعني. طبعا بس رحمه صغيره من رحمات عمر اقول الواسعه الكبيره، انه لما كان بالجاهليه وقت بنته يعني، هذا طبعا يشوفك رحمه وعداله عمر بن الخطاب. راح نحكي عداله اخرى لعمر. قال جاء شخص يعني انسان بسيط، قال فسوي لنا في الكتاب شبيه بالقران، وما يفتهم القران، قال انا ما جاي افتهم، سوي لنا في الكتاب شبيه بالقران. فما كان يعني من عمر الا لزمه وشبعه بسط يعني، بدل ما يقول له يا اخي بالحسنى يقول له ترى هذا القران وهذا جانا ونزل على الرسول، احنا ما نقدر نسويش، لا لزمه يعني كتله محترمه يعني. واللي معروف على عمر بن الخطاب انه دائما كان يمشي ويا عصا غليظه يعني، يعني اي واحد يسوي شيء راس انجاز حتى يضربه يعني. راح احكي ايضا احد عدالات عمر شو كان يتصرف مع الجواري يعني. راح احكي اول شيء الحديث. قال ابن ابي شيبه في مصنف كتاب الصلوات في الأمة تصلي بغير خمار، الجزء الثاني صفحة 41، حدثنا وكيع بن الجراح عن 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 أنس قال رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تتشبهي بالحرائر. الإسناد صحيح، لأنه المعروف جان أنه عورة الجارية تكون مثل عورة الرجل يعني، الرجل الحر من السرة إلى الركبتين، وهذه جارية كانت وتحب تتستر بالصلاة يعني، فلزم عمر شبعها بسط لعد شبعها بسط. ولما رادت تشكي قال له أنت شنو جاي تتشبهين بالحرائر يعني، هي عادة باعتبار أنه هذا الإله الجميل انه يسوي البشر نوعين حر وعبد يعني. الحر العبده حتى لو كانت مسلمه، هي كانت فعلا الجاريه مسلمه، ما لها حق تصلي بالحجاب والله شنو حتى ما تتشبه بالحرائر، ليش هذا الشيء اثر يعني اذا صلت بالحجاب او ما صلت بالحجاب. ف يعني طبعا احنا نسمع كلام كذب اللي يقولوه على لسان عمر، يقول لك أتستعبدون الناس ولتم أمهاتهم أحرارا، الكلام نسمعه. طبعا الأئمة ضعفوا هذا الحديث، الحديث أصلا مو صحيح، والدليل على هالشيء عمر أصلا كان عنده جواري كثير يعني، وهو عنده أصلا 13 طفل من السبع نسوان اللي مزوجهم غير الجواري اللي كان عنده. طبعا هذه إحدى مناقب وعدالة عمر، خلى البشر نوعين يعني حر وعبد، ومستخسر بوحدة تريد تتستر وتصلي يعني بالحجاب. حتى عند حديث عمر يقول تظل المرأة بصورة شيطان وتدبر في صورة شيطان يعني، هذا طبعا أحد التفكير عن النساء يعني. وشفنا عدالته ويا الجارية وكل الجواري، أي وحدة كانت تريد تصلي بالحجاب كان يضربها.
بعد أمرك أنا حبيت أحكي قصة ويا فاطمة وضرب فاطمة ومنعها من ورثتها اللي أرصفتك. فاطمة بنت محمد. تفضل أبو الحكم، تفضل. طبعا إحنا نعرف قصة فاطمة بنت محمد، وهي طبعا زوجة علي بن أبي طالب، وهي عمر. عمر كان طبعا يكره أي شيء. طبعا أنا جاي أروي كل شيء سريع لأنه القص يعني الشغل أريد الحلقة تكفي، لأنه شغلات كثيرة موجودة عن عمر، على مدى أحاول يعني أسرع على قد ما أقدر يعني. فاللي نعرفه يعني عمر كان يكره أي شيء يجي من طرف علي وتعاقبه، وطبعا كل الصحابة على هذا الكره يعني من بعده، بدءا من أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وزيد ويزيد وجميع الأمية كانوا يكرهون شيء علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين، أي شيء من طرف شو اسمه. عمر بأحد عمر في أحد الأيام طلب علي طلب علي طبعا هو قال شو اسمه قال اريد يجي علي ويانا حتى يروح يبايع للمبايعه، يروح يبايع ابو بكر. وقال فاطمه يعني اللي استقبلته بالباب هي فاطمه كانت، قالت خلي يطلع المبايعه. فرفضت فاطمة يعني الكلام اللي قال عمر يعني، فقالت ما يجي. وأصلا إحنا ما نعرف علي كان موجود أو ما موجود إحنا بالبيت. الصراحة يعني أقوال كثيرة فيه إنه كان موجود، وقسم يقول ما موجود، ويقول لك إذا كان موجود ما معقول يخليه يتعدى على فاطمة، فيمكن ما كان موجود. وهددها قال لي إذا ما إجا علي للمبايعة أحرك البيت عليكم يعني، وانتوا بي يعني أحركم انتوا وانتوا بداخل البيت إذا ما يجي علي حتى يعني يبايع اسم أبو بكر. فاطمة طبعا رفضت هذا التهديد الوقح، ورادت تسد الباب بوجه عمر يعني، فيعني تطرده يعني، فدفع الباب بقوة. وطبعا جاي مو جاي وحدة، عمر دائما باللسان بس قوي يعني، وجايب ويا عصابة جماعة كان جايب ويا يعني من جماعته. فدفع الباب بقوة فطبق الباب عليها يعني بالحائط يعني، لما الباب تدفعه بقوة يضرب الحيطة اللي خلفه يعني، فانحصرت بين الباب والحيطة وهي كانت حامل. طبعاً هاي الضربة القوية خلتها تسقط طفلها اللي كانت حاملة بي يعني. السنة يقول لك ما سواها عن قصد يعني، عمر مو عن قصد دفع الباب، بس كان يريد يفتح الباب، ولكن من قوة الدفع سوى هالشي. هنا يجينا يعني الرد على الكلام اللي يقولوه السنة، انه لو هو ما كان يعني لو هو رجال حقيقي ما كان يعني يتشطر على مرأة ويحترم انه هذه بنت محمد يعني، يحترم محمد انه هاي بنته يعني. يعني هالشيء يشوفنا انه عمر ما كان يحترم محمد لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام ولا حتى بعد وفاة محمد يعني. راح نشوف بعض الأشياء اللي سواها عمر، لا احترمها قبل النبوة ولا بعد النبوة ولا أثناء النبوة ولا بعد النبوة، وراح نقرأ لكم كل شيء بالدليل والبرهان يعني. وهذا الشيء يثبت لنا يعني عدالته الواسعة وقلب الرقيق مع النساء يعني، سقطها يعني للمرأة يعني. طبعا لما شاف هذا التصرف يعني من فاطمة وشوف ان تعانده وتسد الباب بوجهه، قرر انه ينتقم منها يعني. فش سوى؟ فمنع ارض فدك اللي ورث لها محمد،
هذا أرض فدك يعني صارت بها قصص طويلة وصلت إلى أجيال أجيال، يعني هذا ينطيها وهذا يأخذ منها، هذا ينطيها وهذا يأخذ منها، يعني فبعهد أبو بكر وعمر وعثمان ما انطوها شو اسمه أرض فدك. لما إجا علي انطاها إياها، لما جوا جماعة معاوية أخذوا منها مرة أخرى، لما إجا عمر بن عبد العزيز انطاها الورثة، لما إجا شو اسمه بعد عمر اجى صور الوليد بن عبد الملك، هو اللي اجى للحكم بعد ما قتلوه عمر بن عبد العزيز طبعا، فهم نفس الشيء اخذوه من الوراثة، يعني قصة طويلة يعني. فالمهم انتقاما منها اخذ منها ارض فدك، حتى لما ماتت فاطمة رفضت انه عمر يصلي عليه، يعني وصت على انه يدفنها بمكان، وصت علي يدفنها بمكان ما حد يعرفه، وبقي هذا المكان سر الى هذا اليوم. يعني في اقوال كثيرة تقول انه مكان دفنها معروف، ولكن اقوال غير موثقة، يعني كل واحد يقول شكل مثل ما يقول. هذه بصورة مختصرة اللي صار مع فاطمة. إذا يعني عندك مجال أحكي عن ضربة لعمر لأبو هريرة. يا ريت يا ريت، تفضل تفضل. طبعا أبو هريرة نعرفه هو راوي الرسول، يروي الأحاديث عن الرسول. يعني في روايتين تقول سبب إنه ضرب عمر لأبو هريرة، واحد تقول إنه كان يروي روايات كاذبة عن النبي، والرواية الأخرى تقول إنه رفض توثيق الأحاديث بادعاء إنه سوف يختلط بالقرآن. يعني عمر كان يرفض إنه يجمعون الأحاديث لأنه راح ينخلط بالقرآن، وأبو هريرة كان مكنه، يعني بس أي واحد يجي يقول قال رسول الله. يعني طبعا أخذها للمسجد وانطاه كتلة محترمة، احنا نقولها بالعراقي كتلة غسل ولبس، هاي العراقيين راح يفهموها، كتلة غسل ولبس يعني كتلة ضربة قتلة محترمة، يعني ضربه يعني حتى دماه لأبو هريرة يعني من الضرب يعني. طبعا لأنه أبو هريرة أصلا كان مسوي احنا نسميه سوق هرج، يعني سوق هرج يعني كل شيء تبيع بيه وكل شيء تعمل، يعني كل واحد كان يريد حديث على مزاجه. لما يريد حديث على مزاجه كان يروح على ابو هريره يقول له سوي لي فد حديث. يعني مثلا واحد كان يصلي، عفوا واحد كان عنده بصل، قال له بصلي باقي وما ينباع، شو اسوي دبرني ابو هريره. فد حديث الخاطر رسول الله، فقال له قال رسول الله من أكل بصل عكة كأنما زار مكة. بدأت الناس تتراكض على البصل وخلصوا البصل بلحظات، يعني أصحاب العقول في راحة يا جان. يعني شوف أبو هريرة اللي معروف عنه كان يروي فعلا أحاديث غلط، فهذا ما عرفت أسمعه معه فلوس ولا إيش. المهم قال هالكلام والناس راكضت شو اسمه تراكضت على البصل. يعني بالطبع يعني لو ما كانوا عقول مغيبه، يعني محمد كان بشان النسوان وكان ما ياكل ثوم والبصل، فبالنسبه للمسلمين هو مكروه، يعني صحيح ما هو محرم ولكن لا يستحب، غير مستحب الأكل التوم والبصل. وإذا سمعوا بصل عكا أكلوه بمكة بيرقدوا عليه رقد ومعزة، يعني في شو التناقضات كلها تجي مع بعضها، ولكن العقل إذا كان مغيب لا يأبه للتناقضات نهائيا. تفضل أبو الحكم، تفضل حبيبي، تفضل، آسف للمقاطعة. لا لا عادي. طبعا ايوه الناس يعني قبل كان تصدق كل شيء، فاي شيء يقول ابو هريره يصدق. ابو هريره كان عايش مع محمد، يقال هو من اليمن يعني. راح احكي لكم من فضائل عمر بن الخطاب، انه كان خمرجي،
يمكن هاي المعلومة ما تعرف أنت جان. لا هو بصراحة أنا اللي بعرفه إنه هو سبب في يعني إنزال آية ترك الخمر وتحريم الخمر. هلا نجي عليه. خمرجي يعني هي شغلة جديدة علي، تفضل. إيه هلا راح نجي عليها لما نطرق للآيات اللي بسبب عمر نزلت يعني. طبعا لا شك أن عمر بن الخطاب كان مدمر على معاقرة الخمر في الجاهلية والإسلام. أما بالجاهلية هو اعترف بنفسه يعني أنه كان أكثر الناس شربا للخمر. والمصدر يقول أني كنت أشرب الناس للخمر يعني في الجاهلية. كنز العمال الجزء الخامس صفحة 505، البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثالث صفحة 101. حتى إذا يتهمون المسلمين هاي كلها نجيب لهم إياه يعني بالكتب يعني. وأما في الإسلام كان أيضا كان يحتسي الخمر يعني رغم نزول الآيات المتتالية بتحريم الخمر فهو كان يشرب الخمر. حتى قال المحمد قال له يا رسول الله يعني خلي يجينا شغلة يعني آيات واضحة إنه الخمر حرام. لما نزل تحريم العمر قال عمر بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية من سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال فدعا عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية في سورة النساء الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وكان منادي رسول الله إذا قام للصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران، فدعا عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا أي عاند يعني في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية في سورة المائدة فطبعا هاي كل الكلام من مسند أحمد جزء واحد. فقرئت على عمر والآية تقول أخيرا فهل أنتم متهم، قال عمر انتهينا. طبعا هاي مسند أحمد جزء الحكم. أنا بدي أسألك هون يعني بما أنه عمر كان يحب الخمر وكان مدمن الخمر، برأيك شو السر أنه يعني تقريبا هو اللي بادر في موضوع تحريم الخمر؟ يعني شو السر العلاقة أنه هو يدمن الشيء ولكن حرمه على بقية المسلمين؟ لا يمكن لأنه هو كان مدمن عليه يعني يريد أنه يسمع كلام من الإله يعني طبعا الإله اللي يقول عليه محمد. فعلى مد هذا واحد مدمن يريد يخلص بأي طريقة يتعالج مثلا وما قدر يبطل. هسه راح أقرأ لك أنه ما قدر يبطل حتى بعد ما أجل تنزيل يعني تحرم بالكامل وعمر ما قدر يبطل الخمر. يعني هو كان منع فترة يمكن بطل بس بعدين منع على المسلمين، لكن هو كان يشربه حتى بعد توبته انه رجع يشرب المشروب يعني، والنبيذ كان اكثر شيء يشربه يعني الواين يعني، مع انه اعلن توبته وامتناع عن شرب الخمر بقوله انتهينا، الا انه استمر على ذلك باختلاق اعذار طبيه وما اشبه يعني، صار يقول انا عندي مشكله بالمعده ما اعرف ايش. فكان يزعم انه حيث يتناول لحم الجمال فانه يحتاج لشرب النبيذ لئلا يعصر الهضم عليه، فروى قوله انا لنشرب من النبيذ نبيذا يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن تؤذينا. طبعا هاي من سنن البيهقي جزء الثامن صفحة 299 اللي يريد يراجعنا. بل كان يدعو الناس إلى ذلك مدعيا أن شرب الخمر يقيم الصلب ويساعد على الهضم، فكان يقول اشربوا
هذا النبيذ في هذه الأسقية فإنه يقيم الصلب ويضم ما في البطن، وأنه لم يغلبكم ما وجدتم الماء. كنز العمال جزء الخامس صفحة 522. وطالما يعني عبر عن عشقه للخمر حتى هو على فراش الاحتضار، إذ قالوا له أي الشراب أحب إليك؟ قال النبيذ. سنن البيهقي جزء الثالث صفحة 113. طبعا هذا الكلام اللي جبته عن عمر، إنه ادعاء لتبطيل الخمر، لا هو كان يعز الخمر يحب الخمر وبقى يشرب الخمر طول حياته وإلى أن توفى يعني. طبعا من مكارم أخلاق عمر تلصص على البيوت، يعني يتلصص على البيوت كان يعني، يعني يتجسس على الناس يعني. طبعا هذا اللي جاي اقرأ اخرج القراطي في مكارم الاخلاق. يقول لك حدثنا احمد بن منصور رمادي عن ان عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينه من الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، فتسور عليه فوجد عنده امراه وعنده خمرا، وقال: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، إن كنت عصيت الله واحدة فقد عصيت الله في ثلاثة، قال تعالى: ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد تصورت علي ودخلت علي من ظهر البيت بغير إذن، وقال الله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وتسلموا على أهلها، فقد دخلت بغير سلام. قال عمر: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين، لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا. قال: فعفى عنه وخرج وتركه. يعني بدل ما يحاسب الشخص ذاك مثل ما يقول يعني سكتوا بالآيات اللي موجودة بالقرآن يعني. هذا يعني صورة مختصرة أحد عدالات وجمال عمر يعني. أبو الحكم، في قصة أنا سمعناها بالمدارس لما كنا أطفال بالابتدائي، إنه هو كان يعني يتجسس مثل ما قلت، وفي امرأة كانت تبيع الحليب، فالبنت الامرأة تحط ماء للحليب والبنت تقول: لا هذا غلط، يعني إذا أمير المؤمنين ما شايفنا هل الله ما شايفنا؟ شو صحة القصة هي يعني؟ طبعا أنا هاي سمعتها، أنه يعني هنا ما موجودة معي، بس سمعت الرواية هاي أنه كان هو يعني عمر على أساس يفطر بالمع مع الأماكن السواق والجزمة، فأحد النسوان يعني طلبوا أنه تخلط المي بالحليب ويا مقبلت، قالت يعني تخاف من الله حتى لو عمر ما موجود لكن هي تخاف من الله، فأعتقد دعالها بخير أو جابلها ناس. وعمر كان عم بتجسس عليها يعني عم بيسمع من طبعا، بس هاي هو بالسوق يعني شوف أحوال العامة على أساس، بس هذه يعني أولا ما متوثقين منها صحيحة ولا لا، وبنص السوء يعني هو لما الخليفة بده يطلع يعني على أساس يطلع متنكر والكل يعرفوا، خما في تلفزيونات قبل مشان الكل يعرفوا إنه هذا عمر ولا مين، ف يعني رواية غير مؤكدة وغير مهمة يعني صراحة. أكيد أخوي أبو الحكم. طيب خلينا ندخل على الآيات اللي قيلت على لسان عمر، يعني الآيات اللي طبعا هسه راح ندخل على الايات اللي نزلت على مدعيون عموره، يعني مثل ما يقول، او بالاحرى نقدر نقول شريك محمد في وضع الايات، لانه اي شيء كان يقوله عمر هذا الغريب، وهذا شيء خطير جدا انه اي شيء يقوله عمر تصير ايه، يعني قابل، هو قاعد مع شريك صار لمحمد بجبريل يجي عليه مثلا، راح نشوف انه محمد يقول يتكلم
جبريل على لسان عمر، يعني هذا كلام خطير جدا. يعني يقول لك الآيات يعني ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء في مجمع الزوائد كثير من الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة في فضل عمر، وقد فصل السيوطي في بيان موافقات الوحي لكلام عمر فقال: فصل في موافقات عمر قد أوصلها بعض من أكثر من 20. أخرج ابن مردودية عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. شوفوا الكلام جدا خطير. وأخرج ابن عساكر عن علي، يعني معناته أنه هو مؤلف القرآن معي، يعني ينزل عليه الوحي مثل محمد، ليش ما صار نبي ما نعرف يعني، وليش نقلد على هذا الشخص اللي قال تبارك الله أحصى خالقين قال اكتبها فيا نزلت هكذا. ما أنت أصلاً كل شيء يقول عمر تعمله آية، يعني حتى كلام بعض المرات راح نشوف نقرأ هنا أنه الكلام عادي يحكي عمر فمحمد يضعه في آية يعني. إيه وأخرج من عساكر عن علي قال إن في القرآن لرأيا من رأي عمر. وأخرج عن ابن عمر مرفوعا ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. شايفين يعني أنتم. وأخرج الشيخان عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني شوف يعني هو قال هالشيء عمر رأسا جت الآية، يعني هذا الشيء ما يخلي المسلمين يستغربون انه كيف اي شيء يقوله عمر تصير آية يعني. وهذا يشوفنا انه خوف محمد من عمر انه يحاول يلبي له كل رغبات العمر يعني. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو امرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. هاي واحدة اخرى، يعني كل واحد يدخل على زوجاتك فخلي امرنا يتحجبنا وجت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن يبدلوا أزواجا خيرا من كنا فنزلت كذلك. يعني عمر قال هذا الكلام عسى ربه أن إن طلقكن أن يبدلوا أزواجا خيرا من كنا فنزلت كذلك. يعني هذا كلام يعني غريب وعجيب، يعني إنه شوف أي شيء كان يقول عمر هالكلام قايل عمر بلسانه يعني، ولكن نزلت كآية يعني، فنزلت نفس مثل ما قال عمر هاي الآية نزلت يعني. وأخرج مسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارة بدر وفي مقام إبراهيم. وفي هذا الحديث خصلة رابعة، وفي التهذيب للنووي نزل القرآن بموافقته في أسرى بدر وفي الحجاب وفي مقام إبراهيم وفي تحريم الخمر. فزاد خصلة خامسة وحديثها في السنن ومستدرك الحاكم إنه قال اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تحريمها. ثم رأيت في كتاب فضائل الإمامين لأبي عبد الله الشيباني قال وافق عمر ربي في 21 موضعا. شوف فذكر هذه الستة. وزاد سابعا قصة عبد الله ابن أبي سلول، طبعا نعرف هاي حكيناها قصة عبد الله لما قال ما تصلي عليه وش اسمه عاند محمد يعني وقفله بالطريق يعني مثل ما يقول. قلت وحديثها في الصحيح عنه قال لما توفي عبد الله ابن أبي سلول دعا رسول الله للصلاة عليه فقام إليه فقمت حتى وقفت في صدره فقلت يا رسول الله أو على عدو الله ابن أبي السلول القاء اليوم كذا وكذا فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت ولا تصلي. شوف يعني ورا ما صلى عليه محمد، فمحمد ورا ما سوى الشغل قال أنا شو سويت هذا خلي نرضي العمر يعني، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أورا ما صلى عليه يعني. وثامنا يسألونك عن الخمر الآية. وتاسعا يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني فما معروف هاي الآية.
قلتهما مع آية المائدة خصلة واحدة والثلاثة في الحديث السابق. وعاشرا، لما أكثر رسول الله من الاستغفار لقوم قال عمر سواء عليهم، فأنزل الله سواء عليهم. شوف يعني عمر بن الخطاب قال سواء استغفرت لهم وما استغفرت، فنفس الآية نزلت مثل ما قال عمر، سواء عليهم استغفرت لهم أم لن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قلت أخرجه الطبراني عن ابن عباس، هذا كان عن الكلام، هذا عن طبراني عن ابن عباس. طبعا هاي الكلام كله يقوله عمر وتنزل بها الآيات. يعني هاي شو شوفنا؟ يشوفنا مدى تسلط عمر على محمد، إنه حتى لما يعمل الشغلة مثلا مستحى من الناس أو شيء بعدين يرضي العمر. فهو ليش شوف جاني، يعني الناس دائما يقول لك إذا محمد، هاي الكلام دائما يقولوا إذا محمد فعلا مو هو، يعني إذا هو منزل الآيات ما كان يلوم نفسه، كان يلوم نفسه لأنه الناس يلومه. يعني زواجه من مثلا من زينب الناس كلها لامته فنزل الآية، فما الأعمى صاروا يتحاكون ويحشون إنه شلون الأعمى ما تسلم عليه لأنه إنسان بسيط، فجت الآية. فهو لما أحد يلومه أو ينبه على شغلة فيجيب الآية ترضي لهم، وكذلك مثل ما يقول حتى يعني يسكت الألسنة. حتى من مثلا شغلة ماريا لما نام معاها بفراش اسمه وحلف انه ما يتقرب منها، وبعدين جت الايه قال يعني يجوز لك تحلت ايمانك، الايه ما ذكرها، يعني تقدر تحلف وترجع عن كلامك. يعني فكله كان هذا الاله اللي بمخ محمد يرضي محمد بكل نزواته ورغباته وبعدين ينزل الايات. يعني ايه فوين وصلنا؟ سواء استغفرت أو لا تستغفر، قلنا أن هذا عن الطبراني عن ابن عباس. الحادي عشر، لما استشار الصحابة في الخروج إلى بدر أشار عمر بالخروج فنزلت. شوف لما راح يطلع على أهل بدر فابن عمر قال له أخرج لهم، فنزلت كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. بعدين الآية الثاني عشر، لما استشار الصحابة في قصة الإفك قال عمر من زوجك يا رسول الله؟ قال الله. قال أفتظن أن ربك دلس عليك فيها سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. فنزلت هكذا، يعني فاللي قال عمر قال هذا بهتان عظيم بالآية، يعني اللي يفترون على عائشة. فنزلت الآية مثل ما قال عمر، هذا بهتان عظيم، حتى لا يقولون انه محمد هو يجي الوحي وما اعرف كلام الفاضي هذا. كان هاي الكلام كله من عمر سامعه، وهاي كله من كتب الاسلام، هذا يعني ما جايبه من عندي من الشيوخ اللي يقولوا. الثالث عشر، قصته في الصيام لما جامع زوجته بعد الانتباه، وكان ذلك محرما في اول الاسلام، يعني برمضان كان حرام واحد ينام مع زوجته ليل او نهار. ف اجى على عمر، اجى على محمد قال له نمت ويا زوجتي الليل، فقال له يعني جت الايه انه صيام من الشسمه من الصبح لليل، وبعدين الليل تقدرون تجامعون نسوانكم. فنزلت احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الايه، اخرجه احمد في مسنده. هاي طبعا الرابع عشر، هاي كل ايات بهوى عمر ينزل طبعا، او يقوله كلام بالضبط ينزل مثل ما هو يقوله. يعني يمكن هاي المعلومات في كثير ناس ما يعرفوها. الرابع عشر، قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، قلت اخرجه ابن جرير وغيره من طرق عديده، هاي طبعا همينه قايله عمر. قل من كان عدوا لجبريل، تكمله الايه فان الله عدو للكافرين او شيء بالضبط ما اتذكر. يعني طبعا هاي اخرجها ابن جرير وغيره من طرق عديده وقرر بها الموافقه، ما اخرجه ابن ابي حاتم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان يهوديا لقي عمر فقال ان جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا، فقال له عمر من كان عدو لله وملائكته
ورسوله وجبريل وميكالة فإن الله عدو للكافرين فنزلت على لسان عمر. يعني هاي كلك من كتب المسلمين، يعني مو من عندي من خيالي، يعني جايبة يعني ناسخة من كتب المسلمين على الكلام كله بالضبط. مثل ما قال عمر نزلت الآية نفسها. الخامس عشر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قلت أخرجها قصتها ابن أبي حاتم وابن مرودي عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى النبي فقضى بينهما فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فأتى إليه فقال الرجل قضى لي رسول الله على هذا فقال ردنا إلى عمر فقال أكذاك قال نعم فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكم فخرج إليهما مشتمنا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر قال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي فقال ما كنت أظني أن يشتري عمر على قتل مؤمن فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون شوف حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا هاي التكملة ما موجودة بس أتذكرها. طبعا هاي الآية بعد ما قتل عمر الواحد دز للتأييد لعمر لما قتل شخص وأخيرا لقينا شخص عمر قاتله يعني على ندور صار النشقات لقينا شخص عمر ضارب برأسه يعني دائما يقول أقطع دعني أقطع عنقه فجت الآية مؤيدة للشيء اللي سواه عمر. طبعا الله جاهز محمد وعمر وشي يسوون وش ما يسوون يعني حتى لما يروح الشيخ يجيب له فيها آية يعني. فأهدر دم الرجل وبرئ عمر من قتله ولو شاهد موصول أوردته في التفسير المسلم. السادس عشر 28 راح تخلص بعد شوي. الاستئذان في الدخول وذلك إنه دخل عليه غلامه وكان نائما فقال اللهم حرم الدخول. هذا عمر يطلب من النبي يعني من محمد يقول له خلي يستأذنون. فنزلت آية الاستئذان إن دخلتم على ابن فسلموا على آلي أو بالله شلون الآية تقول إذا ما فتحوا كل باب ما تدخلون يعني بالضبط ما أتذكر الآية المهم يعني. الثامن عشر فنزلت آية الاستئذان. السابع عشر قوله في اليهود إنهم قوم بهت وهذا همنا جتي بآية. الثامن عشر قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قلت أخرج قصتها ابن عساكر في تاريخي عن جابر بن عبد الله وهو في أسباب النزول. كل الآيات قايلة عمر فتجي بآية يعني كأنه ما عرف كان يشتغل عند محمد جبريل وعند عمر ما أدري صراحة. التاسع عشر رفع تلاوة الشيخ والشيخ إذا زنى. طبعاً هاي الآية طبعاً كانت موجودة ونسخت وما موجودة بالقرآن. هاي همنا الشيخ والشيخ إذا زنى إنما مكتوب الكامل فرجموا كلاهما البتة يعني الصور يجي الآية يعني. العشرون قوله يوم أحد لما قال أبو سفيان أفي القوم فلان لا نجيبه فوافقه رسول الله قلت أخرج قصته أحمد في مسنده. وفي مجمع الزوائد للهيثم في باب مناقب عمر كثير من الأحاديث وأقوال الصحابة نذكر أثبتها حتى في أحاديث يعني أتصور نترك الأحاديث لأنه الأحاديث مو كثير مهمة وتأخذ من وقتنا. شو رأيك جان؟ نختصر أفضل يعني. أنا بس كنت أسأل أبو الحكم على عمر لما كان يتحرش بالنسوان وبهالمناسبة حتى خلى نبيه ينزل آية الحجاب وهالمسائل هي يعني
بالله عيد السؤال مرة أخرى حتى أركز وياك. تمام. يعني محمد عمر طبعا نسوان خلينا نقول نسوان قريش ونسوان محمد كانوا منهم يطلعوا إلى الفلا حتى يقضوا حاجتهم في الليل أو أول الليل، فكان عمر من أحد الأشخاص اللي كان يتبع خطاهم ويتحرش فيهم. مضبوط، هاي القصة مضبوطة. يعني كان هو أحد، طبعا كان أحد زوجات محمد أم سودة، سودة سمعة، لك يا سودة يعني سودة بنت سمعة. يعني هنا أنا ما بس أعرف القصة يعني. فتبعها راحت للتواليت وهي طويلة كانت، فقال عرفناك يا سودة، يعني عرفتك انه انت. فيعني هذا همنا من جزء من تلصصه يعني. حتى كان فراح قال لمحمد ونزلت بها آية، بالضبط الآية ما اتذكر، هم نزلت بها آية بس الآية وقل لنساء النبي أن يذلين من جبال جلابيبهن. صح 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 فهو أنا الفكرة اللي بدي أطرحها هنا يا أبو الحكم، إنه يعني عمر الفاروق عمر بن الخطاب كان يتجسس عن النسوان اللي يروح ويخرب حيش السامعين. يعني طبعا طبعا يعني أنا آسف قتل على بيت واحد، ما شفتم من فوق الحيط راح على بيته. بالضبط، أنا آسف للألفاظ أصدقائي، ولكن هذا هو الفاروق اللي كان يتجسس عن نسوان رايحة تقضي حاجة بالفلا. طبعا ما كان في تواليتات بالبيوت، ما كان في أشياء من هالقبيل، فالناس كانت تطلع على الفلا وخصوصا في وقت المغرب. يعني كان كثير يغار. احكي لك قصه يمكن انت ما سامعها وفي كثير ناس ما سامعها. تفضل ابو الحكم. احد المرات عمر بن الخطاب زوجته كانت تروح للمسجد، هو ما بده اياها تروح للمسجد تصلي. فهو مثلا شو عمل؟ لثم حاله وراح تحرش فيها، هي رايحه صلاه الفجر، تحرش فيها وصار يبوسها على اساس واحد غريب بس مشان ما تروح المسجد. فرجعت للبيت قال له شوفي شو بكي وجهك مقلوب؟ قالت في حدا تحرش فيها، الدنيا ما بقى فيها خير بعد ما اروح المسجد. هو انبسط. هاي الحادثه يمكن ما يعرفوا كثير من الناس. فهي احد الروايات عن عمر وكيف كان يعني يغار على النسوان وحتى عملها. يعني اشوفها دناوه من عنده، ايش تصرف يعمل مع مرته يقول لما تروحي المسجد وخلص. شو الطريقه هاي يعني السخيفه هاي؟ قلبت لها يمكن كانت تروح فيها مرته من الخوف، يعني تروح تتحرش فيها على اساس انك واحد ثاني، وبعدين من شان تمنعها. وما قال لي اصلا انا كنت يعني حتى بس من شان ما تروح للمسجد هي. فهذا هو المدعي. ما بعرف اذا انت في قصص ثانيه محضرها بالحكم بالصراحه. اي طبعا، بس في شغلتين حبيت اقولها عن بس قبل ما تروح تقول شيء، ما بعرف اذا في قصه هي لما كان يجي يلمس الجواري من هالبزازهم فخادهم، انه لما يعاينهم معاينه بده يشتريهم هذا الفاروق، يعني اذا ممكن كمان، ما بعرف اذا محضرها ولا لا. لا هاي انا صراحه ما محضرها وما سامعها يعني. فهالكلام هذا انا ما سامعه صراحه، انه عمر بنفسه تلمس الجواري. اذا عندك المصدر تقول لي اياها. يعني انا اعرف انه الصحابه كانوا يعملوا هالشيء، كانوا اذا بدهم يشتروا، يمكن عمر لازم يكون من بينهم لانه هو كان هم عنده جواري. صراحه انا ماني حاضرة هلا معي، ولكن انا سمعت فيها طبعا. يعني اكيد كانوا يتلمسوا النساء من فوق لتحت، بين بالمؤخره بصدرهم بس اللي قدام، يعني نقول مثلث برمودا عفوا لللفظ، يعني بس الجهاز التناسلي ما لهم حق يلمسوه على اساس، لكن من ورا من صدره يشوفوا اسنانها منيحه، شعرها عيره ولا لا، يلمسوها بكل مكان مشان اذا بدهم يشتروها. هي هيك كانت يعني. هاي وظلوا لحد الخلافه العثمانيه بيع وشراء البشر موجود الى ان حرمتها الامم المتحده سنه 1966 او 64، ما ذكر هالوقت هذا تحرم الرقيق.
الأمم المتحدة أظن وعصبة الأمم أو البرلمانات الغربية حرموها من زمان، ولكن بقيت في السعودية ل 66 أظن، لو 62 63 ما تذكر الرقم بالضبط. على كل حكمة، خلينا نسرد الروايات اللي عندك لأن الوقت بقي عنا 20 دقيقة، فبشان نستغل الوقت تفضل. لا أنا عندي في شغلات مهمة يعني لازم أسردها يعني، بس حبيت أقول إنه شغلتين قبل ما نجي على الشغلة الأخيرة اللي نريد نتطرق لها يعني. يقول لك عن ابن مسعود قال: ما كنا نبعد إن السكينة تنطق، السكينة تنطق على لسان عمر، رواه الطبراني. يعني أي شيء يقوله عمر كان تصير آيات يعني. وعندك يقول لك في حديث عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله: من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني، وأن الله باها بالناس عشية عرفة عامة، وباها بعمر خاصة، وأنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمتي محدث، وإن لم يكن في أمتي منهم فقالوا: يا رسول الله كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه أحد فهو عمر. هذا كلام عن أبي سعيد الخدري يعني، إنه الملائكة تتكلم بلسانه يعني. الشغلة الأخيرة اللي راح نتطرق لها إذا تحب يعني، في عدم يعني، تفضل الحكم تفضل. إيه هنا نشوف يعني كيف عمر ما كان يحترم محمد ولا قوانين محمد يعني. أول شيء تخلف عمر عن جيش أسامة، هيئ محمد جيش بقيادة أسامة وخلف الجيش أبو بكر وعمر، وقال: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. طبعا معروف أنه أبو بكر وعمر تخلفوا عن جيش أسامة فشملهم لعن رسول الله. هاي كلها مروية بكتب كثيرة، راجع الطبقات الكبرى لابن سعد، وعندك ابن عساكر، عندك سيرة الحلبية، عندك تاريخ الطبري، يعني كثير مرويات يعني ما أقدر كلها أرويها في 10-12 راوي لهال الحديث هذا. تقبيل الحجر الأسود نريد نحكي عنه. وحدثني حرملة بن يحيى عن إن أباه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أم والله لقد علمت إنك حجر، ولولا إني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. زاد هارون وفراته قال: عمر وحدثني مثلها زيد بن أسلم عن أبي بن أسلم. الرواية الأخرى: وإني لا أعلم إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع. يعني عمر يستخف بمحمد، يقول لك يعني انت حجر يعني، انا يعني ما ابوسك لانه بس محمد باسك انا ابوسك يعني. وهو ما معترف بهذا، يشوفنا انه اصلا ما معترف بهذا الشيء، لانه هو نفس الشيء عبادة الحجر عند انف واذن وفم، وهذا حجر بدون معالم، نفس الشيء يعني، يقبلون ذاك الحجر، هذا كان يقبلون الحجر الأسود، شنو الفرق يعني. فعمر كان يستهزئ بهذا الشيء يعني، ما بقى لي كثير يعني. طبعا تحريم عمر للمتعتان في عهد محمد وأبو بكر. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نظرة عن جابر قال: في حديث تمتعنا مع رسول الله ومع أبي بكر عنه قال: فلما ولى عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله هذا، إن رسول الله هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله، وأنا أنهي عنهما وعاقب عليهما. يعني حتى الأشياء اللي كان سامح بها محمد وأبو بكر هو منعها، يعني منع شيء مسموح كان به. ولو احنا يعني ضد هذا الشيء طبعا، متعة وكلام الفاضي هذا، ولكن يشوفك عمر شلون انه منع هذا الشيء. وانا انهي عنهما واعاقب عليهما احداهما متعة النساء، ولا اقدر على رجل تزوج امرأة الى اجل الا غيبته بالحجارة، والاخرى متعة الحج. يعني شلون يقرر بكيفه شيء كان حلال وموجود وقت محمد وأبو بكر يعني.
طبعا في عندك حديث اعتراض محمد على صلح الحديبية، يعني لما وافق النبي على شروط صلح الحديبية وأمر عليا بكتابة الصلح، تصدر أبو حفص يعني هو عمر فئة المعارضين للصلح وتشدد على النبي، فخرج بخطاب النبي على آية حال أمر التسليم أمر النبي لما رضي به، ولن دع ابن الخطاب يحكي لنا بنفسه ما دار بينه وبين النبي يوم ذلك الصلح يعني اللي صار. قال أولا تؤمن إن قال ألسنا على حق محمد؟ قال عمر قال لمحمد فقلت قال بلى. فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ يعني عمر جاي خاطب محمد ليش تسوي الصلح يعني عنده يعني. وعدونا على الباطل؟ قال نعم. قال محمد إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر أوليس كنت أخبرتنا أنه شو اسمه أنه راح نجي نزور الكعبة؟ قال قلت له محمد قال أخبرتك أنه هالسنة راح نحضر؟ قال لا. قلت لك سنأتي البيت ونطفي بس ما قلت لك هاي السنة. فإجا عمر إجا عند أبو بكر نفس الكلام قال لأبو بكر يعني. فأبو بكر قال له اسكت كافي يعني. قال له أنت ما تعرف أكثر من رسول الله يعني. فعمر يعني شوفك أنه يحاول بأي طريقة كان يتعاند ويا محمد يعني. حتى أبو بكر همينه حاول ويا أبو بكر لكن ما فاد يعني. فهل الحديث كله صار لما خلص هذا الشيء؟ محمد أمر الناس إنه يقومون ينحرون ويحلقون شعرهم، يقول لك ما حد يقوم. فعمر يقول فوالله ما قام أحد. طبعا كلهم خايفين من عمر يعني، فما قاموا الناس لما قالوا ما الحكي يعني هل حادثة صارت. سمعوا انه عمر يتناقش ويا محمد يقول لهم قوموا ما يقومون. ثلاث مرات قال لهم قوموا ما يقومون محمد يقول لهم. فلما لم يقل منهم احد دخل ثم خرج فلم يكلم منهم احد يعني محمد، حتى نحر بدنة بيده ودعا حالقه فحلق رأسه. فلما رأى اصحابه ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا. طبعا هذا الشيء شوفنا يعني مدى خوف الناس من عمر بعد الحديث القاسي والصياح والعياط اللي صار بيناتهم يعني. حتى يقولون صوتهم كان عالي انه عمر يعاند محمد يقول له من تصالح وياهم. فطبعا قال بما معناه يعني محمد قال يعني أتعاندني يا عمر؟ يعني أنا أسوي الصلح وأنت تنهى عنه يعني. فطبعاً هاي القصة اللي هسه حكيتها صحيح البخاري الجزء الثاني صفحة 81 كتاب الشروط، والسيرة الحلبية الجزء الثالث صفحة 19 عن قصة الحديبية، سيرة الدحلانية 2 صفحة 184 اللي بهامش السيرة الحلبية. طبعا اكو شغلة انا بالبداية ما اعرف شلون ما قريتها، يقول لك عمر محمد كان لما يدعو الناس للصلاة الكلام يقوله بالضبط، فمحمد كان يخاف من عمر لما كان يشوف عمر كان ينزل لما كان يدعو للناس الصلاة ويشوف عمر جاي من بعيد كان يتركهم ويقلب محمد. هذا يشوفنا من البداية ما أعرف شلون فاتتني يعني ما لقيتها، بس أنا قريتها بارحة وكتبتها أتذكر، بس ما أعرف ليش ما قريتها هسه.
المهم انه محمد بداية الدعوة لما كان عمر يضرب الناس بس يشوف احد يؤمن او شيء، فكان محمد يقعد ويا الناس ويخطب لهم مثلا ويدعوهم للاسلام، فلما كان يشوف عمر جاي من بعيد يقول لك الكتاب يقول فكان يخاف محمد ويروح مكان ثاني، يعني لانه الخوف بادي من عنده من البدايه. وهذا الشيء شوفنا انه مثل عبد الله بن ابي سلول انه محمد كان يهابه، وفعلا كان يهاب عمر يعني في حياته وقبل الاسلام وبعد الاسلام هم، يعني حتى لما مات محمد يعني ما كان يعني يهتم الكلام اللي يقوله، وحرم حرم المتعة مثلا. طبعا نشوف استهزاء عمر بمحمد. روى أحمد ابن حنبل أن النبي انطلق إلى بئر أمر أن يطرح فيها رجالا. طبعا هذا الشيء ذكرنا فيه بسوريا عندكم فد بير كبير داعش يرموا به الجثث، اكيد شايف الفيديو انت. طبعا اي ان النبي انطلق الى بئر امر ان يطرح فيها رجالا قتلوا، فقال يا فلان هل وجدت، يعني محمد جاي يحكي ويا الناس اللي جاي يذبهم بالبير، يعني هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله اتكلم قوما جيفوا. مستد احمد الجزء الواحد صفحه 26، يعني عمر فعلا دم خفيف، يعني كان مستلم محمد، يعني قالوا يا شايفه وماتوا، يعني قال لك شغله بصراحه عمر، يعني رغم انه اخوتنا الشيعة بيقول لعنه الله عليه وانا ازيده من اللعنات، ولكن رجل بكل معنى الكلمه، يعني وقف امام محمد وقال له عم تحكي مع جيف. للأسف الشديد يعني الثقافة هاي أخذناها لحد الساعة هاي، وشفنا القذافي لما حطوه جسة صارت تجي الناس تحاكيه وعلى أساس يعني انتصروا عليه، فهي هي الثقافة للأسف الشديد. تفضل. هاي من مسند أحمد الجزء الأول صفحة 26. طبعا يعني تشوف هنا شوفنا يعني مدى استهزاء بمحمد، يقول له ويا من تحكي أنت، يعني هذا الناس ماتوا انجافوا، يعني اشتحكي وياهم يعني. طبعا راح نحكي بس قصتين باقية، قصة النساء اللي كان يخاف من عمر أكثر من محمد، يعني رواه البخاري 3294 ومسلم 2396 عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر حتى يدخل على محمد قمنا يبتدرن الحجاب، يعني ضمن نفس، يعني فأذن يبتدرن الحجاب، يعني يلقى فد جسمه، يعني بحضور محمد كان براحته، يعني صيحا عيطا ما يهمن، يعني يبتدرن، فأذن له رسول الله ورسول الله يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم. شوف قلنا نعم أنت أفض ولا أغلظ من رسول الله، يعني شوف يعني يخافون قدام محمد، يقول احنا نخاف منك أكثر. كان هذا الشيء ذكرني صدام حسين، كان عند عبد حمود هذا الحماية الخاصة اللي يكتب كل شيء كان وراه، هذا الناس كانوا جاني يخافوا منه أكثر من صدام نفسه، يعني فكانوا مرة واحد يمكن اشتكى عند إجا عن صدام حسين، قال له سوي فلان شي، قال له سوي، وقال له عبد حمود يعرف، فصدام ضحك قال له ليش ماني جاي أقول لك، قال له هذا ما يرحم هذا عبد حمود، يعني فهذا منا يذكرنا انه خايفين من عمر اكثر من محمد، يعني هذا يشوفنا انه محمد شخصيته كانت اقل من عمر، يعني وشوفنا مدى قيمه محمد وما قيمه عمر بحيث يخافون منه اكثر من محمد. يعني اخر شيء عندنا باب اهانه عمر لمحمد عند موته.
طبعا نختم بهذا الشيء. يعني انا كل شيء سويته سريع لانه نحاول، بس اذا في ناس يناقشون او اتصالات اتامل تاخذ شوي، لان الحلقه مو صراحة أبو الحكم يعني باقي عنا 5 دقائق، وأنا هذا مو قانون هذا. يعني أنا أعرف إنه ما بدنا نطول الحلقة على الأصدقاء. طيب إذا في أسئلة نتركهم يعني ولا إيش؟ على كل حال أنت تفضل أكمل الحديث. أوكي. ننهيه وبعدين ممكن. أوكي. آخر شيء راح اللي نحكيه إنه باب إهانة عمر لمحمد عند موته، أخرجه طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه قال لما اشتد بالنبي وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا معروفة، طبعا الكل يعرفه، كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي يهجر، يعني يهذي أو يخرف، هاي معناته باليهجر، كلمة يهجر يعني يهذي أو يخرف يعني، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني، محمد قام قوموا يعني من يمي، ولا ينبغي عند نبي تنازع يعني. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. طبعا هاي من صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 32 و33 باب كتابة العلم. طبعا لو عمر كان عنده ذرة احترام لمحمد ما كان قال هالحكي اصلا، وخصوصا انه دا يموت يعني، قدامه دا يموت يعني، شلون تقول له يهجر او يخرف يعني، والكلام سمعه محمد قبل ما يموت. يعني هم تقول عليه، هم تمنع يجي يكتب كتاب، وهم تقول عليه يخرف، يعني هي اهانة كبيرة لمحمد صراحة يعني. فهذا الشيء شوفنا مدى يعني استهزاء عمر بمحمد وعدم اهتمامه لشخصيته من قبل الإسلام وإلى بعد أثناء الإسلام وبعد الإسلام، قصدي أثناء قبل الإسلام وبعد الإسلام وعند وفاة محمد أيضا. طيب على كل حال انتهى، أظن انتهينا من طرح الموضوع، مع أنه بياخد أكثر من هيك وقت. أخونا أبو الحكم يعني اختصر كثير. أبو الحكم عندي سؤال، ما مدى تأثير عمر في الإسلام ذات نفسه، في قيم الإسلام، في الشريعة الإسلامية؟ هو طبعا عمر ما حكم كثير، حكم بس سنتين صراحة يعني، فما أعتقد كان إلى ذاك التأثير. هو كان ماشي بالقسوة، وإحنا شفنا القصص اللي تصرف فيها بالقوة والقسوة اللي كان بيها يعني، فبحيث شخص من الأشخاص مظلوم راح قتله يعني. فتأثيره، تأثير المشكلة، الناس أنا برأيي غير المسلمين يحبون عمر وخالد بن وليد أكثر من محمد أيضا، لأنه يعتبروا السنة، طبعا أقصد السنة مش يعني، يحبوا أكثر من عنده، ولكن لا يصرحون بذلك يعني. انت بس تجيب اسم عمر يجنوا يعني، تجيب اسم عمر الا تشوف كيف المسبات تجي علينا من كل الدنيا يعني، من السنه انه 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 كيف نحكي على عمر. لكن هذا هو من كتبكم يعني، من كتب التاريخ، انه عمر ما كان يوقر محمد، وكان يخصب على محمد، يقول بعض الاشياء وتصير ايات يعني. هو بصراحة يعني صحيح نحن عم ناخذ العنات من أخوتنا السنة، ولكن عم ناخذ تراحيب أكيد يعني، وأخوتنا الشيعة الله فرحانين أكيد أكيد راح يفرحون بكل تأكيد يعني. وأنا يعني أطيب خاطرهم لأخوتنا الشيعة، قريب راح نفضلكم ونشوف خرافاتكم أنتم كمان يعني، أنتم يعني مثل ما بقولوا انتم شوي متنمردين اكثر يعني. الفكر الشيعي هو يحاول يظهر حاله الضحيه امام العالم، ولكن بالعكس يعني نفس الارهاب ونفس الخرافات ونفس الانحطاط الموجود عند السنه هو عند الشيعه كمان. الخرافات موجوده بالشيعه والسنه يعني، احنا نحكي اشياء للتاريخ فقط يعني، فمو معناته انه علي ولا الحسن ولا الحسين كانوا مقدسين، اما كانوا ياخذون جواري وكانوا ياخذون يعني شبعانين نسوان مثل ما يقول، وعلي اصلا حرق ناس
حرقهم خلاهم بخندق وحرقهم، يعني ما كانوا هذلاك العادلين يعني. ولكن احنا نحكي كل قصة على حدة، اذا جت قصة عن علي عن الحسن او الحسين اكيد راح نتطرق لها من كل الجوانب، يعني مو ممكن المسلمين يتامنوا ان انا مؤيد للشيعة وشيعة وهيك كلام فاضي، يعني انا ما تفرق معي لا شيعة ولا سنة، خلي الكل يعرفون يعني. فاللي موجود بالتاريخ اقراه يعني، والتاريخ الاسلامي كله غير مشرف صراحه يعني، اذا كان شيعه اذا كان سنه يعني. بكل تاكيد ابو الحكم، يعني نحن الخرافه هي اللي ذبحتنا، والشيعه والسنه وشايفين قتالهم مع بعض، والمشكله نحن المغيبين، اهالين المغيبين هن عم يدفعوا الثمن، وكلهم ضحايا يعني، كلهم ضحايا، الشيعه كانوا ولا السنه هم ضحايا لهالفكر الضحل هذا، الفكر يعني واحد يتقزز يحكي عنه بصراحة، يعني شايفين شو عم بيصير فينا للأسف الشديد. على كلنا بالحكم، يعني نحن وقتنا تقريبا انتهى، أشكرك حبيبي جزيل الشكر. طبعا أنا بس أذكر أصدقائي أنه يشتركوا بقناة الجهر بالإلحاد وقناة الجهر بالإلحاد الاحتياطية، شبكة تنوير الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، قناة أخوي أبو الحكم، إنسانيون، كل الروابط موجودة تحت الفيديو. أبو الحكم، انطباعك عن الحلقة وكلمة أخيرة إذا بتحب تقولها تفضل. ما في أسئلة جان؟ أسئلة فيه خارج الإطار الموضوع وبصراحة ما هي مهمة كتير، تفضل. أوكي، انطباعي عن الحلقة أنه في، بس أقول نصيحة للجميع المسلمين أنه بالتاريخ الإسلامي في كثير أشياء أنتم ما تعرفوها، وكل اللي أنا قريته من كتب الطبري وابن كثير وبخاري ومسلم، يعني جبت لكم من الكتب الصحيحة اللي توثقون بها، وحتى أخذت من كتب الشيعة يعني بعض اللي قريته هم أيضا من كتب الشيعة، ولكنهم مستدلين برواد سنة يعني، مو جايبينه من عدم الشيعة يعني. فهذا يشوفكم التاريخ اللي ما تعرفوا، تاريخ المضموم عليكم، انتم عندكم بس الشيء الجمالي اللي موجود بالقرآن وبالأحاديث يعني، المشكلة الخبايا ما يشوفوا لكم، مثل ما يقول العلماء اللي يعرفون شيء لا يجب العامة يعرفوها، ليش؟ لأنه أشياء مخزية. فإحنا الأشياء المخزية بتطور الإنترنت وصعدنا المعلومة نقدر نجيبها بلحظات، فنشوفكم الأشياء اللي مضمومة عليكم، إنه التاريخ الإسلامي مو وردي، هذا هو التاريخ الإسلامي اللي يوصفون بجماله، وإحنا كنا صغار ونصدق كل شيء يعني. ولكن الآن ثورة الإلحاد ظهرت في كل مكان يعني، أنا جان أسمع ناس يقولوا لي، يقول أصدقائي كلهم اللي بالعراق اللي أعرفهم صايرين ملحدين، يقول لك أنا مستغرب يعني شو هالإلحاد اللي انتشر فظيع. حتى في عندك الجسمه يقول شو اسمه، في واحد مفتي أستراليا يعني ما أعرف مبالغة ولا لا، قال الإحصاءات الرسمية تقول إنه في 60، طبعا بحلقة جسمه بحلقة إسماعيل، قال 60 مليون ملحد موجود بالوطن العربي، فأعتقد هو يقول يمكن أكثر، فهذا الشخص شوية منفتح على أساس مفتي استراليا، ما عنده شيء ضد الملحدين، ويمكن هو ملحد متخفي يعني ما نعرف. فيعني فعلا الإلحاد انتشر بكل مكان، بعد ما احنا نستعرض وغيرنا يستعرض الجانب السيء اللي مضموم علينا من الإسلام. أشكرك طبعا جان على الحلقة، وأشكر الناس اللي شاهدوا الحلقة والناس اللي موجودين بالتكس، ما قدرت أتواصل معهم متأسف، لكن أسلم عليهم فردا فردا، صديقة وصديق، وطبعا نتمنى للجميع يعني ليلة سعيدة، وشكرا جزيلا. أشكرك حكرا جزيل الشكر، يا ريت تستعمل ما بعرف شو. نعم، ميوت اوكي.
أشكرك أخوي أبو الحكم جزيل الشكر. على كل حال وأشكركم أصدقائي على المتابعة. طبعا بكرة في عنا حلقة مع أخونا فراس الكافر السوري اللي كان شيخ شيعي، شيخ سني وشيعي وكله. وطبعا أشكركم على كل حال، وأعتذر إذا بدر مني اليوم أي شيء غير مناسب، ولكن الحقيقة لابد أن تقال. على كل حال أشوفكم غدا مع شيخنا الكافر السوري فراس، وطبعا أدعو كل أصدقاء لزيارة قناة أخوي أبو الحكم إنسانيون، موجودة تحت الفيديو فيها كل إنتاجات أخونا أبو الحكم. أشكرك أبو الحكم وجزيل الشكر لكم أصدقائي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. باي باي.